اصبحنا واصبح الملك لله ولا اله الا الله سيدنا نبينا محمد رسول الله. احنا في سوق ابو المطامير يوم الجمعه معاكم قناه المواشي اليوم 30/12/2022، وتعالوا شوفوا اسعار العجول النتيات التربيه في سوق ابو المطامير. اللهم صل عليك يا نبي. صباح كل حاجه، صباحكم ابيض. تجار ولا غنيين؟ تجار. عرفنا باسمك. المعلم شريف. المعلم شريف منين يا غالي؟ من ابو المطامير. من ابو المطامير وتجار ابو المطامير. المعلم شريف بسم الله ما شاء الله. عمر قد ايه يا معلم شريف كده؟ يعني 8 شهور. 8 شهور يا جماعه، نتايات جنيه بسم الله ما شاء الله. كام وكام ولا الاثنين على بعض؟ لا دي وحده ودي وحده. دي بكام ودي بكام؟ دي ب 11000. دي ب 11 ودي ب 10700. 10700؟ اه. بسم الله ما شاء الله. 11؟ اه دي ب 11000. 11000 يا جماعه و 10700 بسم الله ما شاء الله. اعمار بسم الله ما شاء الله من 5 شهور لست شهور. اللهم صل عليك يا نبي. بسم الله ما شاء الله. الله اكبر. صام في صلاه النبي عليه والله. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. معاك حاجه غيرهم تاني؟ معايا روح الله يسترك. الله يكرمك. معاك رقم تليفون ناخذ له حد عايز حاجه تواصل معاه؟ الله يسترك. الله يبارك لك. بسم الله ما شاء الله. صباح اسعار النتيات التربيه في سوق ابو المطامير. اللهم صل عليك يا نبي. صباح الفل يا معلم. صباح الفل. تاجر ولا جنان؟ تاجر. عرفنا باسمك. محمد عبد الحميد المنصور. محمد ايه؟ عبد الحميد المنصور. المعلم محمد عبد الحميد المنصور قاعد فينا ده. حوش عيسى وتجار حوش عيسى انس النهارده في سوق ابو المطامير يا معلم. عمرك قد ايه تاني؟ سنه. عمر سنه يا جماعه بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. فرج ومل عينيك وصل على حبيبك النبي. الله اكبر. معاك حاجه غيرها تاني؟ لا يا ريت. عامله كام بمرد الله؟ 12 ونص. 12000 ونص يا جماعه عمر سنه بسم الله ما شاء الله. يعني الاسعار النهارده احسن من السوق اللي فات؟ اقل ولا اهدي؟ اهدي. ايه السبب بقى؟ غير العلف. العلف نزل زي ما تقول ولا؟ العلف والبغسيل الدنيا بايظه. احنا سمعنا العلف ابو 16 بقى ب 11 وب 10 فعلا؟ الله يبارك لك. الدوره بقى ب 9000. الله يبارك لك، ربنا يرخيها يا رب على عباده يا رب. اللهم امين. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. طب معاك رقم تليفون ناخذ له حد عايز حاجه تواصل معاه؟ لا يا باشا. الله يبارك لك، صباحك ابيض، الله يصلح حالك يا غالي. في الرقم. بسم الله ما شاء الله، صباح الخير يا عم. اهلا يا عم. نارك ابيض ان شاء الله. ذكروا الانتاي دي. انتاي. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل عليك يا نبي. نتاية بتاكل يا جماعة. عاملة كام والله خير؟ جد عاملة 7000. 7000 يا جماعة بسم الله ما شاء الله. سوق أبو المطامير النهاردة يعني الأسعار مرتاحة النهاردة عن السوق اللي فات؟ كويس إن شاء الله. الله يبارك لك. أنا سمعت العلف نزل من حق حاج؟ بقول نزل. الله يبارك لك. بسم الله ما شاء الله. الأسعار كويسة. هبوط في أسعار العلف يا جماعة، وهبوط في أسعار المواشي، والدنيا هتطور وتبقى حلوة إن شاء الله. اللهم صل على النبي. كنا بناخدها ب 8000. كانت ب 8000 بقت ب 7000. 7000. الله يبارك لك يا حاج. واجعل صبعك. تاجر ولا جنان؟ لا تاجر. الله يبارك لك. طب معاك رقم تليفون ناخده له حد اصحاب توصل معاك برضو؟ لا والله عشان انا شغال موظف. الله يبارك لك يا حاج. صباحك ابيض ان شاء الله. ما نجيش الا يوم الجمعه بس. الله يصلح حالك يا حاج. عشان كده قلت لك. الله يقويك ويصلح حالك يا حاج. صباحك ابيض ان شاء الله. شاكرين جدا. اللايك والاشتراك لقناه المواشي اليوم عشان يوصلكم الاسعار يوم بيوم. اشكركم على حسن المتابعه داخل مصر وخارج مصر. هنسيبكم في رعايه الله وامنه، والى اللقاء يا خير الاصدقاء، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.